دول. إذا مرة معاها مصاري وذهب وجوزها كان فقير مثلا وما بيشتغل كثير بالعمر، فهذا الشيء بجوز إنه تخبيه عن جوزها وما تعطي منه؟ ما فهمت السؤال. إذا وحدي مرة معاها مصاري وذهب وجوزها كبير بالعمر وفقير، يعني ما معه يصرف عليها، إنه ابنه عم يصرف عليه، نعم، فبجوز هي إنه تخبي هذا المصاري والذهب عن جوزها وما تعطيه إذا هو احتاج؟ بالله عليك اسمعي، أنا عندي الجواب بس بسألك سؤال، أنت شو رأيك؟ أكيد ما بجوز. لو أمك، اعتبري ارجع للزمان 20 سنة، وأبوك محتاج الخبز وأمك عندها ذهب وفلوس ومخبية الفلوس عن والدك، شو موقفك أنت؟ أكيد ما بجوز يعني. على بس شو حكم هذا الشيء؟ شو حكم هذا الشيء؟ أختي الأصل في المرأة أن تعين زوجها، والمرأة الصالحة والفلوس من أهلها، حتى لو من أهلها، المرأة الصالحة والوفية هي التي تعين الزوج. الحياة بين الزوجين ليست شركة وتجارة تبنى على الربح والخسارة، الحياة بين الزوجين أعظم من هذا، أصل وجود الحياة بين الزوجين المودة والرحمة. فإذا هي في قمة حاجتي وعوزي وفقري ما رحمتني، وش الزوجة هذه؟ والله العظيم سؤال يجلط. نعم، من معي؟